سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن قطاع السياحة في الدولة يمتلك الكثير من المقومات التي ساهمت في أن يكون محط أنظار العالم خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة منحها إمكانيات سياحية كبيرة تنوعت بين معالم تاريخية ومواقع أثرية إلى جانب طقسها المعتدل. جاء ذلك خلال افتتاح سموه اليوم منتجع فيرموت الفجيرة في مدينة دب الفجيرة على شاطئ منطقة الفقيت السياحية بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشاري صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.